مرحبا بكم. انتهت سفرة سياحية في محافظة البصرة بمأساة مروعة بعد انفجار لغم أرضي من مخلفات حربية على مجموعة من المواطنين، أدى ذلك إلى استشهاد وإصابة أكثر من 10 أشخاص. مصادر أمنية قالت أن لغما من بقايا حرب الكويت انفجر في منطقة الرميلة. ضحايا الانفجار كانوا يمرون بالمنطقة بقصد السياحة لكن اللغم انفجر عليهم. كما أصيب شخصان من انفجار مخلفات حربية في منطقة جبل سنام الحدودية مع الكويت في ناحية صفوان. تعد محافظة البصرة أكثر محافظات العراق تلوثاً نظراً لوجود حقول ألغام من حروب سابقة على مساحة 883 مليون متر مربع. هذه ناتجة عن الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج عام 1991 وغزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003. الحدود العراقية مع كل من إيران والسعودية ملغمة. حددت دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة اليوم الأحد أكثر المحافظات تلوثاً بالمخلفات الحربية. قال مدير عام دائرة شؤون الألغام ظافر محمود أن محافظة البصرة هي من أكثر مدن العالم تلوثاً بالألغام وباقي المخلفات الحربية الأخرى، وأصدرت مديرية شرطة محافظة البصرة تحذيراً للمواطنين من التنزه في الأماكن البرية التي تحتوي على مخلفات حربية ومنشآت نفطية. جددت دعواتها للأهالي بضرورة الالتزام والحذر من التنزه في الأماكن البرية والتي تحتوي على مخلفات حربية أو قرب الأنابيب والمنشآت النفطية، وذلك لخطورتها. ودعت المديرية إلى التعاون معها بالاتصال على رقم الطوارئ المجاني 115 عند مشاهدة أي جسم غريب. لذلك هذه دعوة إلى كل مواطني البصرة، إذا شفت جسم غريب أو شيء يشك بأمره نرجو منك الاتصال بالرقم 115. نرجع على البيان اللي أكدت به أن تفكيك المخلفات غير المنفجرة يشكل تحدياً مهماً كونها زرعت بشكل عشوائي في المناطق الوعرة والنائية. دائرة شؤون الألغام العراقية سبق أن أفادت بأن حجم التلوث الكلي في العراق يبلغ نحو 5994 كيلومتر مربع، تم تنظيف نحو 50% منه، مشيرة إلى أن غالبية الألغام مزروعة على الحدود الشرقية للعراق. مدير قسم التخطيط والمعلومات في دائرة شؤون الألغام أحمد عبد الرزاق قال حجم التلوث الكلي في العراق يبلغ نحو 5994 كيلومتر مربع، تم إطلاق والتنظيف نحو 3159 كيلومتر مربع، العمل يجري على تنظيف نحو 236 كيلومتر مربع، حيث تم تسليم هذه الأراضي إلى المنظمات والشركات المحلية والدولية المعنية بهذا الاختصاص. بالقياسات المتعارف عليها يبلغ كل كيلومتر مربع مليون متر مربع. أوضح عبد الرزاق أن الخطر المتبقي يبلغ 2598 كيلومتر مربع، أي أن الخطر لا زال قائماً في البصرة، لافتاً إلى إنجاز أكثر من 50% من حجم التلوث. مرصد الألغام الأرضية لاندمين مونيتور كان لها تصريح خطير بهذا الصدد، قالت فيه أن العراق يعد من أكثر دول العالم تلوثاً من حيث مساحة المنطقة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى. قائم مقام الزبير عباس ماهر قال أن المعطيات تشير إلى انفجار لغم في أرض زراعية بمنطقة سيد ترف بعدما جرفته مياه الأمطار، مبيناً أن هذه المنطقة تعد مكاناً ترفيهياً للأسر. تؤكد الإحصاءات التقريبية وجود 3 ملايين لغم غير منفجر في الشريط الحدودي العراقي مع إيران. مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة ظافر محمود قال أن المساحة المتلوثة بالمخلفات الحربية في محافظة البصرة تبلغ قرابة 1250 كيلومتر مربع، تضم الألغام والمقذوفات المتساقطة، مضيفا أن النظام السابق لم يرفع هذه المخلفات لتحصين الحدود ولم يضع الخرائط
لكشف هذه الأماكن الممتلئة بالألغام. عندنا تقرير أعد لنا الزميل إيهاب المالكي من البصرة، نشوفه ونرجع. نزهة برية تتحول إلى فاجعة إنسانية. ستة جثث مقطعة تحمل على الأكتاف، وخمسة آخرون في حالة صحية غير مستقرة، بعد انفلاق إحدى المخلفات الحربية في صحراء الرمالة غرب البصرة. اعتقد تونسنا ساعه تقريبا صارت بالوحدة ونص، نريد نمشي لهنا، وعندنا هو الشيخ الله يرحمه ويا شباب يلعبون طبعا، ماكو تقريبا 50 متر. ما نهيس الا انفجار صار، والحجار صار فوقنا والشظي. التصوب تصوب والماتوا سته، شن ذنبهم؟ عائلة تفجع مع أول يوم من العام الجديد. صحراء البصرة المحملة بالألغام منذ عقود من الزمن. صرفت عليها المليارات لكنها لا تزال تحصد الأرواح بصورة مستمرة. وذوي الضحايا يحملون الشركات المسؤولة عن إزالة الألغام مسؤولية ما حصل. الحادثة بالنسبة لها هم طلعوا ناس ترفيهية دوران السنة، تعرف هاي واحد واحد وبالرميلة، والرميلة على أساس مكانات هاي شركة الألغام هي منظفتها وأمور منتهية وطبيعية والناس تطلع. ما حسينا إلا هم صار انفجار، اللي راحوا توفوا ستة، اللي أخوة اثنين والبقية كلهم يعني قرايب، ما بيهم واحد غريب وياهم شيخ محمم. طبعا هذا المكان غير مسيج بسياج مثلا حديد أو غير ذلك، يعني هناك تقصير من الشركة اللي متقاولة على رفع الألغام. قضاء الزبير وشط العرب أكثر المناطق تضررا بتلك المخلفات، والتي بلغت حصيلتها أكثر من 300 ضحية وألف جريح ومعاق. منذ ثمانينيات القرن الماضي وصحراء البصرة مملوءة بالألغام، ملايين الدولارات صرفت لإزالتها لكنها لا تزال تحصد أرواح الأبرياء بين فترة وأخرى. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة. دائما تنفجر هذه الألغام، واليوم نشهد خسارة 10 عراقيين بسبب هذه الألغام اللي لحد اليوم لا مسوين مسح كافي لهذه المناطق ولا شايلين هذه الألغام. شنو ذنب هذول العشرة؟ راحوا وخلفوا وراهم آلام لعوائلهم. طيب، العراقيين يحملون الحكومات اللي تعاقبت على البلاد مسؤولية إهمال ملف الألغام والمقذوفات الحربية، واللي تسببت بشكل مستمر بوقوع قتلى وجرحى من المدنيين. قال مسؤول في دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة أن الوزارة وضعت خططا لتطهير المناطق العراقية من الألغام والمقذوفات، إلا أن الدعم الحكومي ضعيف جدا بهذا الجانب، مؤكدا أن هناك شكاوى كثيرة تستقبلها الدائرة من الأهالي يطالبون فيها بتطهير مناطقهم. بالتأكيد إهمال الملف تسبب بسقوط عشرات القتلى والجرحى خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يستدعي دعما حكوميا حقيقيا للتحرك وتنفيذ خطط تطهير المناطق من تلك المقذوفات الخطيرة. احنا ده نتحمل خسارة يومية لأرواح، كافي أرواح تروح من عندنا. دمنا غالي، والمفروض الحكومة تعرف أنه دمنا غالي، ودماء الشهداء اللي ديروحون دماء أخوتنا عزيزة علينا. شوي استحوا. نرجع على وزارة البيئة اللي أعلنت أخيراً أن مساحات تتجاوز 2880 كيلومتر ما زالت ملوثة بالألغام والمقذوفات الحربية المختلفة، على الرغم من أن الأعوام الماضية شهدت تطهير نحو 52% من المساحات اللي كانت ملوثة، مؤكدة أن محافظة البصرة الأكثر تضرراً من هذه الألغام.
منذ ثمانينيات القرن الماضي يخوض العراق حروباً متكررة، وهذه الحروب خلفت مساحات واسعة من الألغام وأعداد كبيرة من المقذوفات، فضلاً عن القذائف التي لم تنفجر. في نهاية أغسطس آب الماضي قالت منظمة اليونيسف في بيان أن الألغام والمقذوفات غير المتفجرة تسببت بمقتل 35 طفلاً وتشويه 41 آخرين في العراق، وهذا منذ مطلع عام 2021 فقط. أريد أعرف أني هذول الأطفال شنو ذنبهم؟ يتشوهون، تنقص إيده، تنقص رجله. أتحداكم إذا قدرتوا توفرون طرف صناعي الواحد بيهم، لأنه لا أنتوا تتحركون بجدية لإنهاء هذا الملف ولا تساعدون الناس. سيد الكاظمي يطلع ويتفاخر بالمنجزات اللي بس جنابه دا يشوفها ومستشاري الفطاح اللي هم دا يشوفوها. السيد الكاظمي بكلمة إله بالسنة الجديدة قال: لقد نجحت الحكومة في تحسين علاقات العراق الخارجية وترطيب الأجواء إقليميا وإعادة العراق إلى وزنه الإقليمي والدولي. ليش؟ من استثمر هذه العلاقات ونطالب من دول العالم والمنظمات بمساعدة العراق بهذا الملف إذا كان العراق مو قادر ولا يمتلك الأجهزة المتطورة لإزالة الألغام؟ الموضوع ما يتحمله طبعا بس السيد الكاظمي، الحكومات من النظام البائد إلى اليوم كلكم واحد واحد تتحملوا، وتتحملون ذنب الأطفال اللي تشوهت، وتتحملون ذنب الناس اللي راحت وهم أبرياء أصلاً رايحين يتونسون. على نحو عفوي تم تغيير لافتة مقهى أبو علي الشعبي وسط السوق القديم بلافتة كتب عليها مقهى البتران، كناية عن البتر أو القطع. ليش؟ لأنه كثرة مرتاديها من معاقي انفجارات الألغام، ويتجمع هؤلاء المنسيون للحديث في شؤونهم وتداول أخبار مراكز الرعاية الاجتماعية وصناعة الأطراف الصناعية وفرص العمل، والحكومة ساكتة وتباوع على حال المواطنين واللي دي يصير بيهم. بالبصرة وتحديدا في أبي الخصيب أحد أقضية البصرة المتاخمة لإيران، سميت قرية بالبتران لكثرة ما تضم بين أهلها من ضحايا ألغام الحرب العراقية الإيرانية، بخاصة أن أبو الخصيب كانت ساحة من ساحات الحرب العراقية الإيرانية، وكلنا نعرف من 1980 إلى 1988 على مدى 8 سنوات تم زرع ألغام بشكل عشوائي في البصرة، ولحد اليوم أهل البصرة هم اللي يدفعون ثمن هذه الحرب. 3 حروب كبيرة شهدتها البلاد بالعقود الثلاثة الماضية غرست الجيوش المتحاربة 30% من 25 مليون لغم منتشر في أرجاء البلاد، وهذا الشيء أكدته طبعا وزيرة البيئة السابقة نرمين عثمان. يعني أن كل بصري اليوم مهدد بأربعة ألغام، منها ما حصد أعداد كبيرة بالموت، ومنها ما تسبب بإعاقة أشخاص وبتر أحد أطرافهم أو أكثر. طيب نأخذ اتصال هاتفي. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد من بغداد، مية هلا. شفت المشكلة الألغام تتحملها الحكومة بالدرجة الأولى. ألو. ألو. نعم أكمل. نعم، أكثر من 16 لجنة تشكلت من عام 2007 لحد هسه احنا عام 2021، دخلنا على 2020. نعم. بخصوص إزالة الألغام. زين. والمخلفات الحربية. لجان تأخذ مليارات الدولارات، وينهن؟ وينهن؟ بصرة مهددة، نيسان مهددة، المناطق الجنوبية كلها مهددة، كل المناطق الحدودية مهددة، صحراء الأنبار مهددة. هذول أرواح بشر، هذول أرواح ناس. منو يتحمل مسؤولية وجود هذه الألغام لحد اليوم محمد؟ الحكومة. الحكومة والحكومات المتعاقبة، ليس فقط حكومة الكاظمي. لا، حكومة عبد المهدي، حكومة الكاظمي، حكومة العبادي، الكل تتحمل. ليش؟ وين كنتوا انتم عن هاي الكوارث؟ ليش احنا ينفتح الملف ورا ما تصير الكارثة؟ ليش ما نسيطر على الملف نفسه؟ شنو هسه هذه العوائل احنا ذنبها على التلفزيون؟ شنو ذنب هاي العوائل؟ ناس طالعة منها، ناس طالعة كويت، ناس طالعة كذا، يرجعون جثث أشلاء. على أساس من اللي يقبلها؟ احنا ممكن اليوم نحكي كمواطنين قاعدين ببغداد او قاعدين باربيل او سليماني، لكن هاي عوائل انفجعت،
عوالي انفجعت عوالي، يعني هسه احنا وضعنا مو مثل وضعهم. صحيح. ابدا. ولا حول ولا قوه الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل بس. جدا شاكر اتصالك محمد من بغداد، شكرا جزيلا لك. اذا منظمة مراقبة حقوق الإنسان وجمعية دولية لخطر الألغام الأرضية في تقريرين منفصلين يفيدان بأنهما لم تتمكنا من الحصول على معلومات عن الألغام. لا توجد خرائط لحقول الألغام اللي زرعها الجيش العراقي نفسه. كلنا نعرف أنه الجيش العراقي بالحرب العراقية الإيرانية كان يزرع الألغام على الحدود لكي لا يتمكن الجيش الإيراني من التوغل في أراضي العراق، ولذلك زرعت في وقت الحرب بطريقة عشوائية، ونفس الجيش العراقي لا يمتلك أصلا خريطة لهذه الألغام، وبالتالي المنظمات ما تعرف عددها وأماكن وجودها وخاصة في جنوب العراق. الضابط المتقاعد من صف الهندسة العسكرية سنة 1996 ورئيس المنظمة العراقية لإزالة الألغام زاحم جهاد مطر يؤيد ما ذكر بقوله: كثرت معارك الحرب العراقية الإيرانية وأوامر القادة السريعة اضطرت ضباط ومراتب الهندسة العسكرية لزراعة حقول ألغام من دون خرائط توثقها، واعتمدوا على تسوير الحقول من جانب القطاعات العراقية بالأسلاك الشائكة لمعرفتها. يعني كانوا مجرد حاطين أسلاك شائكة حتى يعرفون المكان. اليوم ماكو أي سور يرشد إلى هذه الحقول، وحتى الحقول اللي رسمت لها خرائط أتلفت من قبل أحداث الاحتلال، وطبعا تم سرق وحرق مؤسسات الدولة، بالتالي احنا اليوم ما عندنا أي معلومات عن هذه الألغام. يضيف الضابط السابق: حتى لو بقيت أسوار فهذا لا يعني تحديد مواقعها. ليش؟ لأن الألغام تتحرك من أمكنتها جراء المتغيرات الجوية، فالأمطار والسيول تساعد على الجرافة، كما أن الكثبان الرملية في المناطق الصحراوية تكشف بعض الألغام وتدفن بعضاً آخر. والتقادم الزمني من أكبر المعوقات أمام فرق إزالة الألغام. ليش؟ لأنه يساعد على اختفائها في منطقة غير مأهولة. طيب خلينا نأخذ فاصل ونرجع. إذن الحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب السيد نبراس التميمي مدير المركز الإقليمي لشؤون الألغام. أهلا بك سيد نبراس. شكرا لكم سيدتي الكريمة والمشاهدي قناتكم الأفاضل، ونبعث حقا تعازينا الحارة للعوائل المنكوبة للحالة الأليمة الذي حدث يوم أمس، ونتمنى للجرحى بالشفاء العاجل إن شاء الله. خليني أبدي بسؤالك سيد كاظم فنجان النائب السابق عن البصرة، حمل حكومة البصرة المسؤولية الكاملة لانفجار هذه الألغام في البصرة، وهذا يدل على تقصير محافظة البصرة في حماية مواطنيها. كيف ترد ما قصة هذه الألغام؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا حقا نتألم بحصول مثل هذه الحوادث الأليمة والتي تحصد بأرواح الأبرياء من أهلنا بمحافظة البصرة بسبب مخلفات الحروب العبثية للنظام السابق، والتي لا زالت طبعا نتائجها السلبية مستمرة اليوم من هذا. مسلسل الحروب بدأ منذ الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980 واستمرت لثمان سنوات. حقا هذه الحرب ولدت تركة ثقيلة من حقول الألغام ومخلفات الحربية. تلتها حرب الخليج الثانية في عام 1991 وحرب الخليج الثالثة في 2003، وزاد الطين بلة حتى تغير نوع التلوث بسبب الضربات الجوية لقوات التحالف، ولسبب انتشار كبير للقنابل العنقودية في غرب محافظة البصرة. حقا احنا هناك جهود كبيرة جاي تبذل من قبل
فرق الدفاع وزارة الدفاع وفرق الدفاع المدني وأيضا فرق المنظمات الإنسانية. هناك جهود كبيرة تبذل من قبل هذه الجهات التنفيذية، لكن مشكلتنا في محافظة البصرة. محافظة البصرة من أكبر المحافظات تلوثا بحقول الألغام مخلفات الحروب. احنا اليوم واقع الحال في محافظة البصرة يبلغ أكثر من 1,258,000,000 متر مربع، تحتاج الى المزيد من الجهود، المزيد من فرق المسح والازاله لكي نتخلص من هذه المشكله. طيب يعني الا يمكن مسح كل المناطق التي تتواجد فيها حقول الالغام؟ حقيقه احنا كبرنامج شؤون الالغام ودائره شؤون الالغام قمنا بالعديد من المسوحات، نسميها المسوحات الغير تقنيه في عام 2012 و13، وكذلك استمرت هذه المسوحات. لكن حقيقه غياب الخرائط وغياب المعلومات كان سبب رئيسي بعدم تنفيذ اعمال الازاله بصوره اول صحيحه. يعني احنا فقط خلال العام العامين الماضيين اكتشفنا اكثر من 18 مليون متر مربع في قضاء الزبير ملوثه بالقنابل العنقوديه. المشكله التلوث، لانه معظم التلوث هو في مناطق مهجوره ليست بالمناطق القريبه من المجمعات السكنيه. هذه المشكله هي التي تواجه العديد من الحوادث التي تواجه برنامجنا. مناطق مهجوره، بالرغم من هذا هناك سفرات سياحيه الى هذه المناطق سيد نبراس. طبعا هذا اكبر مشكله. يعني حقيقه دائما ناشد بالقوات الامنيه وناشد قيادات العمليات والسيطرات الامنيه بمنع اي عوائل، يعني نمنع اي اشخاص مخولين بالذهاب لهذه المناطق. هذه مناطق ليست مناطق سياحيه، هذه مناطق مفتوحه، مناطق صحراويه تعرضت للكثير من الحروب، يعني انتشار الملايين المقذوفات، ملايين القنابل العنقوديه في قضاء الزبير. لا يمكن ان تكون هذه المناطق هي مرتع للسياحه. احنا جاي نشهد حوادث كثيره خلال هذا ليس الحادث الأولي، خلال العامين الماضيين شهدنا أكثر من 50 حالة مشابهة من هذا النوع أودى بحياة أكثر من 100 شخص مجموع هذه الحوادث. زين، من يتحمل مسؤولية العشر أشخاص الذين توفوا؟ اليوم الشركة السياحية ما تعرف أنه هذه أكو ألغام هنا، لو تقصير من الشرطة، شرطة في محافظة البصرة، من يتحمل هذه المسؤولية؟ والله يعني صراحة التقصير هو يعني طبعا هذه هي يعني المقصر الأولي هي الحروب العبثية أولا لنظام البائد. يعني طيب الحروب العبثية هي صارت والجيش العراقي زرع هذه الألغام، اليوم احنا لازم نتعامل مع هذا الواقع سيد نبراس. نعم نتعامل معها، لكن المشكلة هناك ليست هذه المنطقة الوحيدة. احنا في محافظة البصرة لدينا اكثر من 1000 منطقة مسجلة في قاعة البيانات. عمل دار الشؤون الالغام نعمل وفق اولويات. احنا مستحيل نقدر يعني نبدي نكلف الجهات التنفيذية في مناطق صحراوية ونترك المناطق السكنية. اكو عندنا اولويات، هناك تجينا عدة مناشدات من قبل الحكومة. طيب المحلية لم تجبني على سؤالي، سأعود وأسألك نفس السؤال ولكن بعد أخذ هذا الاتصال. عندنا اتصال. ألو إن شاء الله عليك وعلى المخرج وعلى القناة حبيبتي وعلى ضيفك الكريم. مية هلا أم علي. أي تسلمين. أنا عندي سؤالين ضيفك الكريم. السؤال الأول، لماذا تم إزالة الأسلاك المحيطة بهذه المنطقة الملوثة عام 2010؟ والسؤال الثاني، لما تسوون مسح تتمكنون من معرفة مكان اللغم لو بس يعني هيجي؟ وأنا أهنيك على المواضيع اللي تاخذيها لأنك جريئة وبمنتهى الجرأة، بطلة جدا. شكرا جزيلا شكرا لحضرتك، واسمح لي إجابة من الراديو. شكرا جزيلا حبيبتي أم علي، تسلمين، شكرا لك. طيب أرجع لك سيد نبراس وأقول لك، من يتحمل مسؤولية هؤلاء العشرة؟ الشركة السياحية اللي أخذتهم إلى هذه المنطقة، أم الشرطة لم تكن جادة في منع هذه السفرات إلى تلك المناطق؟ لا، هي حقيقة الموضوع طبعا لم تكن شركة سياحية، هناك عوائل ترتاد هذه المناطق من الأسف بدون علمهم بأنها مناطق ملوثة. يعني هذه مشكلة. المشكلة حسب التقارير الأولية للتحقيقات الأولية، طبعا أول شيء هذه المناطق لم تكن مسجلة في قاعة البيانات، هذا رقم واحد. اثنين، هناك سيطرات أمنية متواجدة قرب موقع الحادث،
كان من المفترض من هذه السيطرات أن تمنع هذه العوائل من دخول هذه المناطق، لأن لديها علم بأن هذه المناطق كانت سابقا هي لربايا جيش العراق السابق وتعرضت إلى القصف من قبل قوات التحالف في عام 91 و2003. طيب، ما هي المناطق التي تتواجد بها أكثر عدد الألغام في البصرة؟ طبعا لدينا إحصائيات كبيرة حول هذا الموضوع. أكثر قضاء ملوث هو في قضاء شط العرب، ويليه في بعد ذلك قضاء الزبير وقضاء الفاو. احنا طبعا هذه المشكله ايضا لدينا حوادث متكرره ايضا في قضاء شط العرب لنفس الموضوع. احنا طبعا من خلال منبركم الكريم يعني برنامج شؤون الغام يواجه تحديات كبيره. اول تحدي هو التخصيصات الماليه. احنا يعني برنامج شؤون الغام لم يتلقى التخصيصات الماليه المناسبه لتشكيل فرق ومسح ازاله للجهات التنفيذيه تتلائم مع حجم التلوث. يعني سيد نبراس، هناك كانت تخصيصات في سنوات 2000 أعتقد حسب ما أتذكر من معلومات من 2010 إلى 2016 تم تخصيص مبالغ كافية لشؤون الألغام على الأقل المسح. والله العظيم، والله التخصيصات هذه التخصيصات كانت معظمها لوزارة النفط لغرض تنظيف وتطهير المشاريع النفطية داخل الحقول النفطية. أما التخصيصات المالية الخاصة بتطهير الأراضي الزراعية أو البنى التحتية نعتمد بشكل كبير على الجهد الحكومي وجهد المنظمات الإنسانية رغم قلتها. طبعا هناك منظمتين تعمل في محافظة البصرة، هي المنظمة الدنماركية ومنظمة النرويجية، وأيضا منظمة محلية هي منظمة البصرة. نعم. لكن عدد الفرق لا يتناسب مع حجم التلوث. احنا نتكلم اليوم في محافظة البصرة لدينا أقل من 13 فريق ولدينا حجم تلوث أكثر من 1,258,000,000 متر مربع. احنا نحتاج الى تحشيد دولي. نحتاج برنامج شؤون الغام ليس برنامج سهل، نحتاج الى دعم دولي، نحتاج الى دعم برنامج الامم المتحده للاعمال المتعلقه بالالغام. الناس مشكورين بدوا بمشروع في قضاء شط العرب بواقع 4 فرق، لكن نحتاج الى المزيد من الدعم، نحتاج الى المزيد من الفرق لغرض تلبية احتياجاتنا. طيب، اليوم بتصريح من السيد الكاظمي احنا علاقتنا جيدة مع الدول الخارجية، وانت الان تتحدث عن انه يجب وجود دعم دولي لنا، الا يمكن الاستفادة من هذه العلاقات الخارجية الطيبة في هذا الشأن بشؤون الألغام؟ طبعا هناك دعم كبير جدا. احنا ما نقول ماكو دعم، لكن هذا الدعم موجود حاليا في المناطق المحرره يعني في شكل كبير بسبب الحرب مع داعش. وطبعا يعني الناس معذورين لانه رغبه الحكومه المركزيه باعاده العوائل النازحه الى محافظاتهم. لكن هناك كان نسيان للمناطق الجنوبيه منذ عام 2014 من قبل المجتمع الدولي، يعني نسيان كبير جدا في هذا الموضوع. يعني احنا بدنا نشوف هسه الدعم موجود الموصل والأنبار فقط، الدعم الدولي؟ نعم، هناك دعم موجود في المحافظات الشمالية، لدينا دعم في المحافظات الجنوبية، لكن دعم لا يرتقي مع حجم التلوث. احنا نتكلم اليوم في مناطق جنوب العراق بصفتي مدير مركز الإقليم الجنوبي المسؤول عن 4 محافظات، لدينا أكثر من 1,556,000,000 متر مربع في عموم المحافظات الجنوبية. نحتاج إلى الكثير من الدعم الدولي، نحتاج إلى الكثير مثل التخصيصات المالية من قبل الحكومة المركزية وأيضا دعم جميع الوكالات الدولية ذات طيب الشأن. الاتصال السابق تحدث سيدة أم علي قالت لماذا تم إزالة الأسلاك الشائكة اللي كانت تحيط بحقول الألغام؟ طبعا يعني اكو مشكله كبيره خصوصا في بعد عام 2003. كان هناك يعني نوع من التسيب، نوع من عدم وجود الحكومه. فطبعا كان هناك بعض الناس يعني ياخذون هذه الاسلاك الشائكه يستخدموها يبيعونها للمعامل الحديد الى اخره. طبعا وصار عبث كثير. هذا كان ايضا واحد من التحديات. ايضا حصل عبث كبير في هذه الحقول. لكن موضوع القنابل العنقوديه والمخذوفات لا يمكن تسييجها. هذه المناطق تم قصفها من قبل الطائرات. معظم هذه المناطق هي غير معلومه، يعني احنا لدينا قاعده بيانات، لدينا بعض المعلومات عن تواجد هذه المناطق. احنا سجلنا تقريبا 41 مليون متر مربع. نعم. طيب سجلنا 41 مليون
زين نعم. خلينا هسه نأشر على المكان منو مسؤول عن هذه الألغام، هل هي وزارة البيئة؟ واليوم أعتقد ما عندنا وزارة البيئة، اندمجت مع وزارة الصحة وكان بها قسم لشؤون الألغام دائرة في وزارة البيئة. اليوم منو مسؤول عن الألغام بالعراق؟ لا الدائرة وزارة البيئة انفصلت عن وزارة الصحة، لا زالت دائرة شؤون الألغام هي المسؤولة عن برنامج شؤون يعني الألغام. بعدنا ويا وزارة البيئة. نعم نعم نعم، ودارة شؤون الألغام طبعا هي الجهة الإشرافية عن ملف شؤون الألغام، لكن هذه الدائرة لا تعمل لوحدها منفردة، تعمل بمعية الجهات التنفيذية الأخرى طبعا. يعني إحنا جهة إشرافية نقوم بإرسال التقارير الخاصة للأمم المتحدة حول نعم. تقدم العراق بهذا الموضوع. العمل بتعاون الجهات التنفيذية كفرق الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع اللي تقوم بإزالة حقول الألغام، وفرق وزارة الداخلية ممثلة بفرق الدفاع المدني اللي تقوم بإزالة المخلفات الحربية الأخرى. طيب السيد نبراس التميمي مدير المركز الأقليمي لشؤون الألغام، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا جزيلا. بالعراق يوجد أطول حقل للألغام بالعالم ليضم بعض المناطق أعرض حدائق الشر في التاريخ العسكري بحسب المنظمة العراقية لإزالة الألغام التي يخالف برئيسها البيانات، التي تذكر أن العراق يحتوي على 25 مليون لغم، معتبرا أن الرقم أكبر من ذلك بكثير. ويقول: قبل إحالتي على التقاعد سنة 1996 أجريت مسحا شاملا لحقول الألغام في العراق بتكليف من إدارة صنف الهندسة العسكرية الذي كنت أحد ضباطه، وأحصيت مع فريقي 25 مليون و250 ألف لغم موزعة بين نحو 5000 موقع. لكن مخاوفي آنذاك من أمور كثيرة جعلتني أدون في تقريري الذي قدمته أن ما تحتوي الحقول 25 مليون لغم، الرقم الذي تعتمده البيانات الآن. طبعا حقول الألغام في التاريخ العسكري تحتويها العراق بأكثف صورة، لأنها تتوزع بين طول الحدود العراقية الإيرانية التي تبلغ 1270 كيلومتر، طبعا بأطوال مختلفة تتراوح بين كيلومتر واحد و12 كيلومتر، وبعرض بين 150 متر و6 كيلومترات. يتعقد المشهد أكثر حين نعرف بعض جنسيات وعدد وأنواع الألغام في العراق. يقول مصدر: فرق إزالة الألغام ستواجه مصاعب أخرى بوجود 36 نوع مختلف من الألغام في المنطقة، بين ألغام معدنية ضد الدبابات يسهل اكتشافها وبلاستيكية ضد الأفراد يصعب اكتشافها، إضافة لاختلاف البلدان المنتجة لها وبالتالي اختلاف المواد المتفجرة التي تحويها. ففي أراضي العراق ألغام مصرية، إيرانية، أمريكية وصينية وبلغارية وإيطالية ومن بلدان أخرى، وهذا الكوكتيل يفرض على فرق نزع الألغام التعامل مع كل لغم بطريقة مختلفة. عندنا اتصال. ألو ألو مساء الخير. ألو ألو مساء الخير. نيات هلا. حسين من بغداد. شلون سعيني عزيز في ست منى. أهلا وسهلا. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظك ويوفقك. شكرا جزيلا. وسنة سعيدة إن شاء الله حديثكم على كل العراق العظيم. شكرا جزيلا. الله يخليك ستونة. شنو رأيك بوجود الألغام بالعراق وبالبصرة تحديدا؟ هذه من ضمن حملات الفساد الحكومي. يعني أكو مبالغ ترى مبطنة اليوم أنتوا ما تعرفون بالضبط. أكو مبالغ تصرف وآليات وناس تمسح، وهو كله كذب كذب، مجرد فلوس ينزلوها بالجيب.
جابوا مختصين، جابوا ناس تمسح الأراضي، والله العظيم سيسمونها هم ما مهتمين إنه بيتم في عرايه للأسف. يعني أنا هسه مرات بس أرد أسأل سؤال سيسمونها إذا تسمحي لي. تفضل. هم ما يشوفون برنامجك؟ يشوفون. زين ما يشوفون الرابعة؟ يشوفون، كلهم يشوفون. هسه ما يقولون، ما يقولون هاي القناة ولدت من رحم العراقي، إذا خليتك هسه مثلها هسه ما أدري نوصل المرحلة. إحنا عراقيين، هم عراقيين، هسه من العراقي ما أدري. والله يا أخوي العراقي يعني هو اللي خايف على وطنه، واللي خايف على بلده، واللي يطلع ويحكي ويقول لا لكل هذا الظلم اللي دا يصير عندنا. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظك ويحفظ الكادر ويوفقكم ويبرز بعد نجمكم أكثر وأكثر. شكرا جزيلا، نشكر هذه الدعوات الصادقة منك حسين، شكرا جزيلا لك. ويانا خليل من البصرة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. قبل لا أبدي بالحروب وقبل لا أبدي بالأشياء الحربية، نعم. سنة جديدة عليكم إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وتحقيق الأمنيات وصحة وسلامة وسعادة لكم للجميع، وإذاعتكم وعلى العراق يستمع إلينا جميعا إن شاء الله. شكرا جزيلا لكل من يستمع إلينا عبر إذاعة الرابعة، ولكل من يشاهدنا على قناة الرابعة، أكيد كل عام وأنتم بألف خير جميعا إن شاء الله. طبعا موضوعكم اليوم على الألغام أو المخلفات الحربية، طبعا هي هاي سببها من النظام الفائد، هي هاي صارت الأشياء يعني مو حديثة. ثانيا جرت إلى الحرب الخليج الأولى، هنوبة إلى الحرب الخليج الثانية، وظلت المخلفات طبعا هو يتحملها من قائم على أمن البلد. يعني مو أكو قوات المسلحة، مو أكو الأجهزة الأمنية، مو أكو يعني المفروض من الحكومة المحلية مالت البصرة يعني القائم عليها، يعني يجيبون هاي الشركات المختصة بالألغام ويرفعون هاي الألغام، ويعني يفضل يسوون فد أشياء، يعني يسيجون هاي المنطقة منطقة منطقة وينظفونها، يعني يحاولون ايش يسوون. ليش هسه النفط هناك هو طبعا النفط كله بالصحراء موجود، ليش هسه المناطق النفطية مؤمنة من الألغام، وليش المناطق غير النفطية ما مؤمنة؟ يعني البيها ثروات تأمنها والما بيها ثروات ما تأمنها، ما يصير هذا. يعني هي ليش هي البصرة ناقصة؟ هي البصرة مليانة نفط ومليانة أو شيء، بس هي داخل المدينة مو تقول التعابر الحدود صح أو شيء، يعني هاي تتحملها الحكومة المحلية ومن قائم على أمن البلد وخاصة أمن البصرة. يعني البصرة مو واحد يجي يعطيها أو شيء، هي قاعد تعطي الثروات. يعني مو من المعقول تجيب لنا شركة شركتين تتعاقد وياها وتشيل الألغام يعني ثقيل عليها، يعني يجوز بار من الآبار مال النفط يدفع في هاي الأشياء، بس يعني تتحملها الحكومة المحلية طبعاً والحكومة المركزية بالدرجة الأولى. طيب أنتم بالبصرة شلون تشوفون الموضوع؟ نعم. أهالي البصرة هل فعلاً يعانون من وجود ألغام في داخل هذه المدينة؟ داخل المدينة ماكو، بس على الحدود داخل طيب. المدينة يعني وين أكو؟ طيب اذا مو داخل المدينه يعتبر مركز المدينه، انا اريد افهم اللي بالبصره شنو اللي صار. الشركات السياحيه بالبصره ليش سمحت الى التوغل بهذه المناطق وتنظيم سفرات فيها؟ ستها سوادات باو لها، ما راح سفره رسميه او سفره، يعني هم يجوز مجموعه ذاهبين للصيد، يعني يجوز هم طالعين مو تقولين ماخذين رخصه من المحافظه او مجلس البلدي ورايحين يصيدون، يعني هم يجوز رايحين في سفره هيك، يعني في مجموعه شله شباب الله يرحمه برحمته طبعا احنا والرحمه والغفران لهم، يجوز رايحين تعجب هيك اشياء، بس احنا نقول يجب ازاله هذه الالغام، لان الالغام صار لها 30 سنه او اقل من او 20 سنه، يعني صار لها وايد مو مال سنه وسنتين، يعني حديثه، يعني حتى ما تكون هذه اللغم من كثر مثلا الاجواء الجويه والطقوس يجوز مدفون هذا اللغم ما ينشاف، يعني أي واحد يضحك عليه، لازم اكو استكشافات لهذا الموضوع. نعم جدا شاكره اتصالك خليل من البصره، شكرا جزيلا لك. اذا خلينا نشوف الاستطلاعات على التليجرام. بعد الحوادث الأخيرة لانفجار الألغام في البصرة، برأيك هل ستتحرك الحكومة لنزع الألغام في المنطقة؟ نعم بنسبة 16%، كلا بنسبة
84%. هذه رسالة إلى الشعب العراقي، أتمنى ترفعون هاشتاج على البصرة، البصرة والألغام، حتى بلكي الحكومة العراقية تحس، لأنه هي حكومة فيسبوكية الظاهر وما تلتفت إلى شيء إلا بعد أن يصير الترند على السوشيال ميديا. إيدكم بإيد بعض وبلكي الحكومة تشوف الهاشتاج وتلتفت للبصرة وهلها. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، وألتقيكم باكر إن شاء الله.